الحديث أحمد بن سيد بن خميس الرواحي موظف في وزارة الصحة بسلطنة عمان وتحديد في مستشفى صنعاء. كنت أعاني من مرض الرؤية حتى إني عجبت عن المشي في بعض الخطوات. وصلت إلى ديار جميع مستشفيات السلطنة بما فيها مستشفى نزوة وثمانين والعيادات التخصصية، وعملت بعض الأشعاعات المقطعية والمغناطيسية، ولكن الحد إلى ما جيت إلى الهند حد هذا الوقت يعني حتى ما جيت الهند يعني جيت ما كنت أمشي فيها كثير. وبعدين سمعت عن هذا المستشفى في الهند اللي هو فيديا، وجيت المستشفى وأنا بحالة صعبة حتى أني أعرف عن المشي إلى المكان. فما جيت هنا وتقابلت مع الطبيب، شرحت له الوضع وعملت وأعطيته جميع الكورسات الطبية التي عملتها في سلطنة عمان، وتابع الكورسات. وأول شيء بدأ به كورسات طبية أخرى في مستشفيات الهند، ومن بعد ابتدأ بالعلاج وقال العلاج لمدة 21 يوم. ومن ذلك اليوم الحمد لله بعد مضي 10 أيام 15 يوم أنا في تحسن كثير، والآن الحمد لله بكامل صحتي وعافيتي.